انت شردت ابنائك الخارج، وين صناعاتكم؟ وين اعمالكم؟ وين مشاريعكم الزراعيه؟ ليش ما توظفون ابنائكم المغرب للخارج؟ يدخلون عاد المغرب شيء، ايراداتهم من الحوالات 60 مليار دولار في السنه. 60 مليار مبلغ كبير، يعتمد على انهم يصدرون، ما هو بس البلدان الثانيه، رجالهم النساء يعملن في البغاء ويحولون لهم، يعني قايم اقتصاد البلد على تحويلات البغاء. مصيبه. السوري ولا اللبناني، يعني لانه الكفاءات الاغلبيه هناك هي كفاءات عربيه، هي اللي مشات وبنات هذيك الدول من الحجر الاساس وصولا الى كل ما ترونه الان من معمار وايضا موارد بشريه وكونتها. واعتقد ان دولك هي تحترف ايضا، يعني حتى قيادات هذه الدول تعترف بان المواطن الوافد هناك هو يحيا يعني مواطنه كامله ويساهم في البناء لهذه الدول. فبالعكس اعتقد انه هو يغرد خارج السرب، حتى يعني حتى الخطاب الخاص بالنظام الذي دائما وابدا في الخليج، كل انظمه الخليج تثني على الوافدين، هو مشى غرد خارج السرب، فهو يسيء لنفسه ولا يسيء للمغرب. والمغرب يعني ماشي، انا قلت لك كان موقف رسمي اكيد راح يكون دفاع، ولكن بالنسبه للمغرب لا اعتقد بانه في محط للدفاع. المغرب دائما مهاجم بعلمه بفكره بابنائه ببناته، ولديه من الحضاره التي تتحدث عنه، واليوم نفتخر حتى في عز الجائحه باننا نموذج محتدى. وعمي قبل ما تدوي على السياحه الجنسيه سير قلب على بنتك فينا هي، ما تخليناش نطيحوا النيفو ونطلعوا لك تصويرتها في شي تيفو. دابا واش الاعلام السعودي ولا حادق غير في الردان بحال العيالات؟ نساو المغرب شويه وسيروا دويو على راسكم وعلى جرائمكم اللي العالم كامل باقي لحد الان كيدوي عليها. اما بالنسبه اللي باقي شاك، بغيت غير نسولكم، واش عمرك سمعتي على شي مخترع سعودي دار شي انجاز في العالم ولا شي مفكر؟ يا دوله الباعير المغاربه فاش ما جيتو واعرين عليكم، يمكن تمشي ليوتيوب وتكتب مخترع مغربي، غادي يطلع ليك الالاف ديال المخترعين في كاع بقاع العالم. حنا عندنا في المغرب سيكليس هو الاخر كيخترع، النجار كيخترع، يعني العقل المغربي كيفكر، ماشي في حالكم يا دوله المتحجرين. ومع العلم وهذا الشيء اللي غنقول كلشي كيعرفوا، الدوله ديالنا ما كتشجعش الاختراع، وبطبيعه الحال ما عندناش غير المخترعين، عندنا حتى المفكرين، وعندنا الادباء والعلماء في كاع بقاع العالم. وما نساوش ديك الدوله اللي جبتي على فمك هي اكبر دوله كتعاني من هجرات الادمغه. وما نساوش الاطباء المغاربه اللي كاينه في اوروبا وفي ميريكان، ايه ميريكان، ديك البلاد اللي كتدفعوا لها الفلوس باش تحميكم. اليوم الحمد لله بلادنا كلها شباب، اكيد دول كلها عندها مشاكل، ولكن حنا يلا قلنا بسم الله يلا بدينا مقارنه مع دول اخرى، وكتشوفوا بانما اعدائنا موجودين، اعداء هذا الوطن متربسين، خاصهم غير منين مشا جابوا ناس كونوهم ردوهم صحافيين ما قارينش ما كيعرفوش الواو من عصا الطبال، جابوهم جلسوهم. ولكن المغرب بزاف عليهم بزاف واقفين لهم هنا، داكشي علاش كنغوتوا تنقولوا راه اعدائنا كاين اللي كيهضر بالفرنسويه، وكاين اللي كيهضر بالعربيه، وكاين اللي كيهضر بالانجليزيه، وكاين اللي كيهضر بالخليجيه. ونورك على هادي مزيان، الخليجيه، المغرب مغرب الشرفاء، والمغرب فاتح عدد كبير من الدول الخليجيه، مشى بعيد بزاف. فاش ما جيتي حيد اليوم الموسم ديال الحج، واليوم عاد بداو ينفتحوا شويه على السياحه، اجي امي نوريك دار خوالي. اليوم فضل المغاربه، بغيت نقول لهذاك السيد بفضل المغاربه وليتي كتعرف تمشى فوق الكودرون ودار لك صباط طالون، ومن حقي نقول هذا الكلام لان لي مس مغربي ولد بلادي ومغربية بنت بلادي وينعت فيها بداك الشيء اللي كان كيحلم به هو وما لقاش في ولد بلادي وبنت بلادي، نعطيه من قاع القابية. وعارف كاين اللي تما كيسمع لينا وغادي يترجم ليه،
بلغته بزاف عليك المغرب، بزاف عليك المغرب. المصيبة أن يتصدر المشهد في أرض الحرمين أمثالك. المغرب برجاله ونسائه أشرف منك وأشرف من كل من تنتسب إليهم. المغرب برجاله ونسائه أشرف منك وأشرف من كل من تنتسب إليه. شيء مخزي والله العظيم، شيء مخزي إنه يسيطر هذا الخطاب البغيض. ويصدر منين؟ يصدر من أرض الحرمين. في البداية هذا الإعلامي لا يمثل أي سعودي. تاني شغلة عم تقول إنه الشعب المغربي فقير، أوكي؟ أطهر الخلق. كم فقير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفقر مو عيب. يعني انت اليوم جاي عم تقصد بلد كامل، انت ما تقصد عائلة، انت تقول المغرب كلها فاشلة. والدليل على فشلك في المواضيع اللي اخذتها من زمان وصرت تحكي فيها، ان كان على السوري ولا العراقي، في كل فيديوهاتك كانت ساقطة، نسبة نجاحك صفر. نستنتج من مواضيع هذا الشخص انه هو يريد التشهير، يريد ينشر على حساب دول، ما يريد ينشر على حساب شخص. والله هي شغلة مميزة عنك، يوم تحكي على السوريين، يوم تحكي على المصريين، يوم تحكي على العراق. ايش فيك يا اخي؟ ايش فيك يا اخي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ما فيني اقول غير هيك. تحياتي للشعب المغربي اصدقائي، لا تردون على هدول الاشخاص يا اخي، هدول الاشخاص منافقين يريدون ينشروا على كتافكم. لا، اما ما يخص المغرب أغلبهم يتكلمون عن الفوسفات، أنه ثالث دولة في العالم لتصدير الفوسفات، ومع ذلك هي دولة فقيرة، أريافها ومدنها الصغيرة تعاني الفقر. لم ينفعها هذه الصناعة كثالث دولة في العالم لتصدير الفوسفات. والله أعلم وش الأسباب التي خلتهم إلى يومك هذا فقراء رغم هذه الصادرات من الفوسفات. تصاعدت حدة الهجرة من المغرب. عام 98 كان عدد المهاجرين للعمل في دول العالم 1,700,000، هذا العام وصلوا إلى 5 مليون. ما هذه البلد التي تصدر أبنائها بهذا العدد ليعملوا في الخارج بالرغم من وجود الفوسفات والسياحة عندهم؟ إذا كانت هذه صناعتهم الفوسفات والسياحة ومع ذلك يعانون الفقر، فهنا علامات استفهام. بالنسبة للمهاجرين، في إحصائيات، أنا أتكلم عن إحصائيات أخذتها من مصادر مغربية، تقول إن نسبة النساء المهاجرات للعمل تمثل 46% من إجمالي المهاجرين. يعني إذا كانوا المهاجرين عددهم 5 مليون، فتكون النساء نسبتهم تقريبا 2,300,000، وهذا عدد كبير لما يصدرون البنات للعمل. المفترض البلادهم هي التي توفر العمل للبنات ويعفونهن عن الرجال. لو هاجروا الرجال مقبول، لو كانت الهجرة نسبتها مثلا للنساء لا تتمثل 5% مقبولة. ويقولون أن في نفس الدراسة، وممكن الرجوع لهذه الدراسات ابحثوا عنها، يعني موجودة متاحة في جوجل، اكتبوا دراسة عن المهاجرين المغاربة أو المغرب، أن نسبة النساء غير اللي هم يمثلون 46%، 85% منهن ليس من ذوي المؤهلات العلمية، 15% فقط هن الذين لديهن شهادات. يعني نتكلم عن 400,000 مغربية ذات كفاءة ومتعلمة هي التي اللواتي هاجرنا للعمل، ولكن النسبة الباقية اللي هي 1,200,000 هن من غير حملة الشهادات، ما عندهن كفاءات علمية. فهذه مشكلة حط عندها علامات استفهام.
لابد هم يفكرون إيش المشكلة اللي صايرة. أنا لما أقول هذه معطيات أنتوا استنتجوا، الاستنتاج من عندك، أنا كنت جريء واستنتجت فغضبتم، استنتجوا أنتم لماذا 46% من نساء المغرب هن المهاجرات للعمل وشهاداتهن تحصيلهن العلمي متدني، اعطوني ما هي الأسباب. وبالنسبة للحوالات اللي ترد للمغرب من المهاجرين، على رقم واحد اللي هي من فرنسا 21 مليار وبلجيكا، ثم نقفز على الإمارات 4 مليار، يعني بلجيكا 4.5 مليار، الإمارات 4 مليار تحويلات المغاربة إلى للمغرب. وش يشتغلون في الإمارات؟ خصوصاً أن أغلبها النساء، أغلب المهاجرين في الإمارات نساء مغربيات. هنا علامات استفهام. أنتم قولوا، ما هو لازم أنا اللي أقول، شغلوا بس شوية مخ. بالنسبة لل، وفي حوالات من السعودية للأسف 3 مليار درهم تقريبا إلى المغرب، رغم أن عدد العمالة المغربية في السعودية 30,000 فقط حسب إحصائية السفارة المغربية 30,000. كيف الحوالات تصل 3 مليار؟ هنا علامات استفهام. أنا أتصور أنه الخرفان اللي عندنا هم اللي يحولون، ويحولون المين هناك، يحولون يعني للمساجد، إيش يحولون هناك عندهم؟ يعني هذه حوالات فيها علامات استفهام. أكيد أنه متعرضين للسحر أو شلوطة أو شلويطة أو شرويطة شلوطة شلويطة أو شيء من هالقبيل، أنهم غصب عنهم يرسلون. يعني فيه السحر منتشر في بلاد المغرب، الله يكفينا شرهم، ممكن تعرضوا للسحر لثلاثة مليار. أنا بعد أعتب عليهم إذا هالخرفان عندنا يحولون، أنا أعتب عليهم وأقول هذا فعل سلوك خاطئ.